مرحبا بجميع متتبعي ومشاهدي قناة وموقع القنيطرة 36، نجدد بكم الترحاب في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. محور الحلقة سيكون أساسا عن مباراة النادي القنيطري والمغرب الفاسي، والتي انتهت كما هو معلوم بهزيمة النادي القنيطري أمام المغرب الفاسي بملعب الأخير. يرافقني دائما في تحليل برنامج الحصيلة الرياضية الزميل الصحفي براديو MFM السيد عمر شبق. مرحبا بك سي عمر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي حميد الوزير مخرج الحلقات، ومرحبا بمتابعي موقع كيلترا 36 وحصيلة الرياضية. سي عمر، هل يمكن اعتبار النادي القنيطري هو الخاسر الأكبر في هذه الدورة؟ النادي القنيطري يعني فقد نقطة واحدة عن يعني الصعود، بالمقابل تراجع إلى المرتبة الرابعة في صفورة الترتيب. وكما سبقت الإشارة لهذه المقابلة هذه، فكنا هذه المقابلة المنعرج الحقيقي ديال الصعود، فمع الأسف كان ضحية ديال الدورة بامتياز هو فريق النادي القنيطري، ماشي ضحية ديال المقابلة، لأن في المقابلة كان أدى مقابلة جيدة، كان في المستوى، ما كانش شي فرق لا بين المغرب الفاسي ولا بين النادي القنيطري. اللهم ديك ضربه الجزاء اللي جات مع بدايه اللقاء، واللي من خلالها عاوتاني طرد المدرب بعد الاحتجاجات نوعا ما اللي كنشوفها مبالغ فيها، لان حتى دوك الاحتجاجات او الطرد ديال المدرب اكيد غياثروا على اللاعبين. فالمدرب خصو يكون اولا اكثر هدوءا من اللاعبين، ولان منه باش كياخذوا هما التعليمات منه، غير يمكن تقدر تشوف غير في عيني المدرب تقدر تفهم بزاف ديال المسائل، ولكن باش المدرب يكثر الاحتجاج، وحنا كنعرفوا ان الحكام الدورات الاخيره كيوليو كيطبقوا القوانين بالحذافير ديالو كيوليو شويه صعاب. فانا كنشوف ان الطرد ديال سي يعيش، ولو انا ما عرفتش شنو باش تفوه الحكام، ولكن كان من الاحسن تفاديه خدمه للفريق وخدمه خاصه للاعبين، لان اللاعبين كانوا محتاجين لدعم بسيشيك اكثر من الدعم التكتيكي في هذه المقابله. وحنا شنا اللاعبين ديال نادي القنيطري انهم ما كانوا في المستوى ويشكرون على المجهود اللي قاموا به، ولكن الله غالب. ولكن انا اللي كنطلب انهم ما ينزلوش يديهم، باقا الكره ملعوبه، هذا الموسم اكيد غادي تلعب حتى الدورة 30 ان شاء الله. نعم سي عمر، يعني لاحظ بان النادي الرياضي القنيطري يعني استحوذ على الكره بواحد النسبه كبيره، لكن لم يتمكن من اعاده المباراه الى نقطه الصفر، على الاقل توقيع هدف التعادل. بالمقابل سي عمر، يعني لاحظنا هو الطرد ديال سمير يعيش، اذا فريق النادي القنيطري خسر 3 نقاط وخسر حتى المدرب ديالو اللي ما يكونش في دكه الاحتياط المباراه المقبله. المغرب الفاسي حتى هما المدرب ديالهم ما كانش في ديك الاحتياط، لان علما انهم جابوا الرضا حكم، لان دوك الجيار او المراني راك عارف بانهم مدربين شباب يلاه كيشقوا الطريق ديالهم، كانوا كياخذوا التعليمات، راه شناها احنا اللي تابعنا في المباراه عبر الشاشه، شنا التعليمات كانت كتعطى من وراء الزجاج ديال واحد المقصوره تما في الملعب. اذا ما يعيش هذه كل اسبوع كامل مع اللاعبين ديالو، غادي يدوز التعليمات ديالو، دابا بالوسائل السلكيه ولا كل شيء سهل. المدرب سواء علي بواب ولا كذلك سي محمد شيبو المدير الرياضي، ولا راه حتى هو كان الماجور ديال لا بروموسيون ديالو في التدريب، اذا حتى هو راه عنده ان باجاج اللي يقدر يعاون به. اذا انا ما كنظنش لا خوف على الكرسي الاحتياط ديال النادي القنيطري، بقدر انا ما كنخاف على لو بسيشيك ديال اللعابه، خاصه بعد هذه المقابله اللي كانوا كل شيء معول ان تكون فيها شي نتيجه ايجابيه. انا كان هذا المنعرج فتناه، ولكن راه باقي المنعرجات كثيره، نتمنوا ان نتعداوها بنجاح ان شاء الله. سعومان نظر الزمامري حافظ على الصداره ديالو بالتعدي ديالو امام قصبه تادلا، رجاء بميل الله كذلك.
المغرب الفاسي كان هو الرابح الأكبر والتي تصدر يعني المرتبة الثانية مناصفة مع فريق رجاء بني ملال. الكاك دائما في المرتبة الرابعة على بعد 3 نقاط من يعني من مرتبة الصعود، ووداد أتمارة يعني حافظ على المركز الخامس. بالمقابل شفنا يعني النهضة ديال فريق أولمبيك تشيرا اللي تا هو ولا يلعب على ورقة صعود، وفي ظل أولمبيك تشيرا يعني أولمبيك تشيرا شو ينازل فريق النادي القنيطري الدورة المقبلة هنا على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة. كيف تشوف هذه المباراة صعوبة؟ وبصراحة سي محمد بحريرة هادو هما المقابلات اللي شخصيا أنا كنخاف منهم. دابا هذا واحد الفريق اللي ما عنده ما يخسر، هذا ربحتيه راه كينشط البطولة، ربحك راه دائما غيبقى يقولوا غينشط البطولة، لأن أنا كنظن الصراع راه دائما غادي يبقى محتدم بين على الرتبة الثانية ما بين المغرب الفاسي رجاء بني ملال والنادي القنيطري. ما خصناش ننزلوا يدينا هنا. غادي نرجع انا لواحد النقطه ديال المسؤولين بمدينه القنيطره، كنتكلم على جميع المسؤولين سواء المحبين المنخرطين المسيرين، فما بقاوش نطبلوا بزاف جزاكم الله. بقاو نقولوا راه خص تجمعات ب 15 مليون غنفرقوها على اللعابه، تجمعات كذا كذا كذا، الا جمعتوا شي حاجه خليوها تيسال المقابله عاد قولوها. راه اللاعب راه اجير، راه كيتسنى غير دوك لي بريم، كيتسنى غير لو سالير ديالو. وملي كتعمر له راسو راه حنا جمعنا 15 وغادي نفرقوها الى ربحنا. لا انا كنفضل على من خلال هاد المقابله اللي قدموا والمستوى اللي ظهروا به وهاد 15 مليون ولاد الناس اللي كيقولوا غادي نعاون الفرقه ويعطيوها لهاد اللعابه. هاد اللعابه كانوا في المستوى وكانوا في المستوى الرابع، نهزمنا ايه ولكن نهزمنا بشرف. انا كنسطر اذا نسمع المباراه اللي قام بها الرئيس السابق الموثق انس البعناني والدولي السابق يوسف بيبو ورضا بن وحود. انت معاه يعني في التكلف بالاقامه والنقل لمدينه فاس، لكن انت ضدها بالنسبه للمنحه التحفيزيه؟ لا، اللي بغى يعاون يعاون مزيان يدي في ظل الازمه اللي كيعيشها النادي القنيطري. كنعرفوا المشاكل اللي عنده مع الابناك، ما فيها باس يجي اي مسير ولا اي مسير سابق ولا اي محب ويؤدي الواجب ديال التنقل والواجب ديال المبيت مشكور. هذه بادره طيبه، ولكن باش نبداو نعنوا في المواقع الاجتماعيه واللاعبين كنعرفهم كلشي ما كيخليو لا كبيره ولا صغيره، بقاو نطبلوا راه خاصو هاد المحبين جمعوا كذا كذا باش يعطيو اللعب. كونوا متيقنين ان اللاعبين راه كيتاثروا بهذا الشيء. راه اللي يجمع شي حاجه دي بريم مزيان، انا كنشجعوا هاد البديله نجمعوا دي بريم ونعطيهم اللعابه، ولكن هاد راه عاوتاني كنقولها هاد لي بريم تجمعوا وعلمتوا عليهم واعطيهم اللعابه الله يجازيكم بخير. لا، لان الا عطيتيه غادي يزيد يتحفز في المقابله الجايه، حفزوا لي قبل من المقابله الجايه وغادي تشوف النتيجه. اما باش تقول الا ربحتي نعطيك، هذه راه نقطه استفهام كبيره. نتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لفريق النادي الرياضي القنيطري. بالنسبه للمقابله سي عمر ديال المقابله القادمه ضد بنكرير، ما اولمبيك تشيرا عفوا ما حددتيش ليا واش الكاكا انتصر تنهزم، ما عطيتنيش الشوطه ديال انا كنخاف من هاد المقابله. قلت لك اولمبيك تشيرا، قلت لك راه من الانديه اللي قادمه وقادمه بقوه، ف انا كنشوف مقابله غتكون صعيبه ومن الصعب نقدر نتنبأ لك بها، لانني بصراحه خايف من هذه المقابله. نتمنى ان شاء الله فريق النادي القنيطري يدارك الموقف في هذه المباراه وتكون 3 نقاط من صالح فرسان سابو. جماهير الخضراء وجماهير حلاله بوز تستحق ان تربع له القبعه مره اخرى، تؤكد عن حب وفاء الفريق الاخضر. الاخضر انتقلت بكثافه الى مدينه فاس وشجعت فريقها منذ ضربه البدايه الى صفار النهائي. جماهير القنيطرية دائما في الموعد، وهذا ماشي جديد على الجماهير ديال نادي القنيطري وخاصه الفصيل ديال الحلاله بويز اللي مشكور انه نظم واطر هذه الرحله وكانت بنجاح. وشخصيا تبعناهم عبر الميديا وعبر الزميل مجد بن علي اللي اعطانا كل التفاصيل على الوصول ديال الجماهير وعلى كيفاش كانت جلسه في الملعب وكيفاش رجعت. الحمد لله اللي كنتمناو ان الجماهير كلها تكون رجعت بسلامه وتعطي دائما ديك الاشاره ان فاسيل حلاله بوز غيبقى دائما فاسيل اللي ما عندوش واحد لاطاش ديال الشغب في المسيره ديالو من اللي بدا الى الان.
سامة بحكم الخبرة التجريبية اللي مارستيها في تسيير النصيحة اللي تبغى تعطيها للعابة في الظرف بالذات ولا بعد 5 دورات من سداسة استطالة بطولة القسم الثاني. أنا النصيحة اللي نعطي للاعبين أنه يبقوا مركزين لأن باقي حتى حاجة ما ملعوبة. باقين نادي القنيطري كان باقين هنا كنقول لكم اللعابة راه حنا باقين كنشوفوا فيكم قادرين تحققوا المراد ديال الجمهور. إذن ما نهبطوش يدينا باقين 5 المقابلات يعني 15 نقطة فإلا جبنا منهم 14 أو 12 أو حتى 15 علاش لا فأكيد إن شاء الله نادي القنيطري غادي يكون العام الجاي في القسم ديال الصفو. أنا النصيحة نبغي نعطيها العاود نبغي نعطيها للمسيرين ديال النادي القنيطري الله يخليكم رفعوا راه بهذاك الشيء اللي كديروا راه كتزيدوا الضغط على اللاعبين خليوا اللاعبين ترونكين هذا لي بريم هذا مشكورين عاوتاني هاد الناس انا نقولها مره اخرى مشكورين هاد الناس اللي كيساعدوا ونيتهم صافيه اكيد نيتهم صافيه مشكورين ولكن هذا الشيء خليوه حتى المقابلات. كانت هذه نصيحه من مسير مجرب يعني ومثقل بالتجارب. نتمنى ان شاء الله الفرسان سابوا العوده مجددا الى حظيره القسم الممتاز. وصلنا متابعي مشاهد الافاضل الى نهايه حلقه اليوم ما بقى لي الا نشكر السي عمر اشباخ محلل قناه كينيطاب 36 والسي احمد اوصار في الاخراج والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لمتتبعي الحصيلة الرياضية عبر موقع كينيترا 36 ونتمنى حد اوفر للنادي القنيطري وكنزيد ناكد مرة اخرى لجماهير النادي ديال نادي القنيطري بقاو دائما واضعين الثقة ديالكم في اللاعبين ديالكم وكتفوا التشجيعات لان راه باقا كما قلت 15 نقطة ملعوبة.